هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين السلام عليكم. شفتوا كيف ناس استفتوا على دستورهم ويتخارقوا بيوم سكتة بسكتة، يقترعوا ويختاروا ويحصل أصوات ويحتفلوا بالنتيجة، وإحنا اختطفوا الدستور واللي معه الدستور وعادوا فكرة وانقلبوا ويعلنوا الحروب، ولليوم سنتين ننتدف وبدل ما نحصل أصوات قاسين نحصل قتلى والقرحة والغارات ولا قد كملنا. هذا الفرق بين إدارة الدول وبين تدميرها. في ذات اليوم والوقت كان الأتراك يخترعوا والحوثيين بشارع المطار يبترعوا، ذولاك يشتوا دولة رفاهية، ذولا يشتوا يعلنوا عليها الطوارئ. وعاش العز بخشام البنادق وفي وجه الموجه والحراري، ومجلسنا السياسي والتوافق ضروري يعلنوا حالة وعيش العز بخشوم البنادق قلت لي ها؟ والطوارئ. بالمناسبة هو بس في مشكلتين كده صغار وبسيطات. الأولى الناس يعلنوا حالة الطوارئ قبل الحروب مش بعد بسنتين، إنما عقل حوتي إيش تقول. والمشكلة الثانية إنه ما فيش في اليمن قانون طوارئ أصلاً. هذا يعني إنه ماذا؟ يعني إنه لازم تعملوا دولة ودستور وبرلمان وبعدين أعلنوا حالة طوارئ ونساء وولادة واللي تشتهوا. علشان كده خلوها قبيلة بس صدقونا. وعبدو حوتي لا عاد تطرطرش أكتر من دي الطرطرة من كمل لسيس اليوم. وين الرواتب يا طوارئ؟ خلونا نشوف إيش قالوا في وضع المنخولية هذا. قالوا الحوثيين يعلنوا حكم بالإعدام على صحفي من أول جلسة بدون دفاع ومراحل تقاضي. قنص مو تحسبوا ذولا حنشان الضماء ما نرمي إلا القلب ولا القمقمة. قال لك مراحل تقاضي ليش؟ قاضي مدرب مؤهل قناص. كم قد تنصع في مران يصغر المتهم كده من أول نظرة ويفتهم له كل شيء. بالكثير يفتش الكتاب يفول ويسكعوا عظام ويروح يخزين. قطبة مساكين انتم ما ضيعكم الا قصص النظام والقانون والعدالة. اتعلموا. وقالوا كمان ان موقع المسيرة يستنكر دعوة وزير يهودي لإعدام الأسرى الفلسطينيين. غلطانين اليهود لعن الله إسرائيل الخبلة. قال لك عاد لا لسه يدعو لإعدام الأسرة. هبل يعملوا زي الحوثة يعدموا طوالي. يا إسرائيل لا تشتوا عبد راجح ينفعكم ولا شيء. لا إيش قصديك يا مسيرة. قالوا كمان تم التراجع عن القرار الرئاسي الانقلابي بتعيين هيئة الـ12 فولد للإفتاء. كذا يا صمات مغو عليك القرار ورئاسي كذا سكتة ما لي محترموش حقها القنبعة والتصوير يوميا. أسمع أنا عندي لك رأي. المرة الجاية يكون اندع قرار وحرم فوقه علشان يحترموا قراراتك. كذا مثلا أعمل مادة 4 بل 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 وتحتها حرام وطلاق ما ينتقد قرار. مادة 5 ينشر في الجريدة الرسمية. تماسكوا بالحلق قوموا جماعة المخلوق. سيب وأنا أسيب.
هيئة الإفتاء قال هيئة التأمينات ألغوا قرار هيئة الإفتاء، لكنهم ما رضوش يلغوا قرار هيئة التأمينات. ليش؟ الأولى إيش فيها أصلاً؟ هو إلا هلال في رمضان وخمسة ألف قرش للي يشوفه، أما التأمينات في 200 مليون دولار. أجمع حسك هذا نصيب أولياء الله الظاهرين. قالوا كمان مشرف حوثي من أولياء الله بصنعاء اسمه محمد الطيري يعتدي بالضرب على واحدة طفلة من طالبة مدرسة سكينة وحاول طعنها قبل أن يقلب مسلحين ويحتجز المدرسات والطالبات لأداء الصرخة. أها يعني الحمد لله مظاهرة الجراف جابت نديكة، طيري وطبق الطواري. ما فيش حاجة يا جماعة، هذه كل القصة. ليش العجب والاستغراب؟ هذه أخلاق المسيرة القرآنية الحوثية. الطيري وأمثاله عنوان المرحلة الحوثية، هنجمة فوق النسوان بكل عزة. نفذ توقيعات الشخوة الأخيرة، أذكركم يجب التصدي له أينما وجد، في مسجد أو في قرية أو في مدينة، في مدرسة أو في قناة، التصدي له بكل الوسائل أيضاً وبكل الأساليب. شوف توقيف، مو بس اللي نفذ التوقيهات يا طيري، لو تركز قليل الشخوة قال كمان رفض الجبهات. كيف فلت قطع الغيار وأقرب جبهة. إلى هنا انتهت فقرة إيش قالوا، خلونا نشوف إيش فعلوا. جالسين يضحكوا على اللي خرجوا زمان قبل 40 سنة يطالبوا تخفيض الراتب واجب، وذولا إيش فاق الحلا كله، خرجوا بعد 7 أشهر بلا راتب يطالبوا بدعس من يطالب الراتب. الطابور الخامس اللي كان يصفق قبل 2 سنين لتجمعات الجراف يقول عيس، اليوم لا داخل. تختصر الجموع هنا المسافة وتسابق الزمن وتهدد بتدابير شعبية في وجه عملاء العدوان والطابور الخامس. من حين حكمنا الجراف كان القتال والحراف. يا جماعة المسخرة الكبيرة أن هذه المسخرة ما تتوقفش. حكم الجراف ده جرف الدولة للجرف والأوادم للمقابر والبنك المركزي والرواتب لا كروش الشخواء ومشرفينه، وقرف حتى العقول. ها مسبعين مربعين قرفوهم للجراف يهنقموا فوق الجاوعين. الناس ميتين جوع، المشرفين يفتحوا كافيهات وإذاعات ومحلات صرافة ويشتروا أراضي وعمارات. عاد كان يصرفوا للناس قليل زوامل، مليون ما فيهاش إلا اتهامات وصميل وحالة طوارئ. وعاد الحلول والإبداعات الحوثية الاقتصادية عالم ثاني، خيارات استراتيجية بصراحة. أولها من عند كونتيسات الجراف، مبدعات. اسمعوا معي، لو نصنع جعلة الجهال في البيوت، مصاميسهم وأبعودياتهم والبيفك والشيبس من مواد طبيعية ويتغلفين بأغلفة جذابة ملومصة وفيها رسوم أبطال الكرتون، كم عنوفر لو استغنينا عن المستورد؟ بتوفري كثير، بس خلي حسن زيد يبيع المصاميس الربانية هذه. مصاميسهم قلتي لي مصاميس تطلع عدوان، تصنعي لهم مصاميس ملومصة يا قمر وتجيبي لهم في الحارة وهم قاوعين، ولا بترسلي لهم للمتهارس يمصمصوا المصاميس الربانية وهم يقرحوا. لازم لازم تحسمي هذه النقطة، كتب الله أجرك وأكثر من مصاميس. كونتيسة ثانية، لا 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 هذا كونتيس، هذا كونتيس عبدو بيشي وزير صناعة الانقلابيين، خارج بفكرة عبقورة مصموصة ثانية، بس بيمصوهم هذه المرة، بيمصوهم الموظفين والرواتب المتأخرة، اسمها المصموصة السلعية. خلونا نشوف. البطاقة السلعية أداة لتجسيد الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنظمة بدقة لخدمة الموظف وتسهيل حصوله على احتياجاته. في سؤال، من هي القطاع الخاص؟ وشو عليك؟ أنت تعرف قطمة رز وبس،
وإذا ما تشتيش راعي للراتب، لأن التاجر هو أبو شعفل أو شركائه اللي شفطوا البنك المركزي واقتلبوا تجار وقطاع خاص لتعزيز الشراكة مع حكومة حزيز. شراكة شراكة وهم بيسدوا برا برا ويهرعوا بالرواتب بينهم البين. أنت أخي المواطن الصامت عرف قطمة رز وقصعتين فول لا عندك بدل الراتب، وشهرين ولا ثلاثة بيخترعوا لك من عبدو قيشة مطاعم تكون تروح بالصحن، بس تروح بالصحن وهم يعبوا لك الراتب نفر فول وحبتين قدام، ولا عاد تطبخ ولا شيء ولا تتعب المدام، تخلى الشغل نهاية الدوام وتموت بالصحن. ها والفلوس؟ هي فلوس نفسها بسرية 5000، وهذا 10، وهذا 5، هذا كلها فلوس. دحين هذه فلوس يا عبدو قيس منك سيده، فلوس زمان الشخوة فئة 10000، كم باقي لما ترجع البلاد بسببكم للمقايضة؟ صاع تمر مقابل صاع قشر. يا عبدو قشر انت وعبدو الشخوة، حدود البطاقة التموينية حقكم هذه إن صدقت من حزيز إلى الأرزقين، والباقين كيف نرصهم طابور خامس؟ فاصل ونرجع للمهازل. حيا بكم ومرحب، نواصل مهازل حكم الجراف للقتال والحراف. أربع طوابير يمنية تمكن الحوثي من نعثها وبعثرتها من أول الانقلاب: طابور مؤسسات الدولة، طابور المال العام، طابور السلاح والجيش، طابور الحقوق والحريات. ما بقاش أمامه الآن إلا طابور واحد طبيعي ينعث أبوه قد تأخر، إنه طابور حاراتي المخلوع اللي سلموا له وعانوا على الطوابير اليمنية الأربعة، وهذا ما يطلق عليهم اليوم الطابور الخامس عشان ما يبقوا لهم على قولة الكونتيسات حقهم سكان البلد الأصليين، والبقية طابور خامس ومرتزقة وعملاء. بس الشيء الظريف انه خانة الطابور الخامس عندهم وسعت قوي. بعد صلاة الجمعة الماضية خرج السكان الأصليين لليمن أولياء الله، عملوا وقفات جنب الجوامع، ما كفاهمش اعتبار المؤتمرين طابور خامس، قفزوا لا برا كمان. نحمل روسيا والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في نهب أموال الشعب اليمني وتسليمها للتواعش والقاعدة. ارحب يا بوتين، للطابور الخامس جنب أخوتك. أين الرواتب يا بوتين؟ الحين مش معنا إلا أنت، ما عادوش اللي نهاب الأموال ابن المؤيد ولا ابن المتوكل ولا ابن الشامي ولا الوزير. قضو بوتين الكافر هو أصلا من بلاد الروس، المشرفين دول مساكين بطونهم معطفة من الزبادي والطحينية يرحم الله، وبوتين مشرف روسيا سلم الفلوس للطواعش ولا عاد خلوا لهم صاحب، ولا عاد خلوا لهم صاحب، مكنوها وقفات يجي خارجهم من سنتين طناش رجعوا قلبوه غريب. سابر، وعلى سيرة سابر ما بشمع حشود سابر الحوثية إلا الهنجمة ودعس. حشود سابر ها كيف حالهم ذا الحين؟ استاهل البرد من ضياع دفاه. نحن الآن على المحك، مو بينك يا هيك على المحك، وهنكت هنكت انت وحزبك والزعيد حقكم. كيف المحاك اليوم؟ قد كنتم نص الدولة معززين مكرمين وحصانات، قلتوا لا تطلعوا المحاك تسلموا البلاد والعباد لعصابة، وترجعوا اليوم طا خمسة زيادة الاربعة وثلاثين، يعني ما فيش فرق، كلكم مشفرين. استمتعوا بالمحاك وقربوا الصوابر لأصحاب صابر. الله يرحمك يا زبيدي. على ساكت ولا كلمة، أنا صابر 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 ولا رحمة. مش وحدك يا زبيدي صابر، عاد كنت انت ساكت عشق مالك شي، ما ذول الله ساكتين دعس، شوف على بهررة وهو يمدحهم. صابر والصابر والحر والبطل والشامخ
بشموخ جباله. نحن الآن على المحك. على المحك. بيتك بيتك يا صابر، وإلا يخرج مع أصحاب صابر وزيديني عشقا زيديني يا جماعة الحوثي. ها قد كل محتمر شاف بعينه وسمع بأذنه. ملعونين أينما ثقفوا، إن الله لعنهم قبل أن نلعنهم نحن، وقبل أن يلعنهم شعبنا الذي سيلعنهم ويتصدى لهم وينظف ساحته الداخلية منهم. تهدي ذات حوثية وقراح رؤوس بعضهم، ماذا الحين من صدق تنظيف تنظيف زي ما نظفوا الشحطري. بركت أصحابك يا مخلوع زي ما يبركونا، الله لا وفقك فقعكم الشخوة وخلا مربطكم شبر. مكنت أصحابك أنا الزعيط، أنا المسيطر ما عليكم شي، أنا المتحكم، واليوم تمكنهم مزيطا من الصموت مزيدا من البتاس. وليه تعادوا متجمل منك يا عكفي؟ إلا ها هذا سعرك وثمنك عنده. شوف وهو إنسان ليس بمسؤول ولا يتعاطى بمسؤولية، خسيس رجس بكل ما تعنيه الكلمة، منافق بكل ما تعنيه الكلمة، مخادع بكل ما تعنيه الكلمة. أسبوعين بعد هذا الوصف ولا استقر المخلوع يقول كلمة ولا نقص، وبعدين خرج كده جنب الحيطة. لا يهمها اللقب أو التسمية، كل عود ينفح بشمه شمه 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 شمه. قود البلاد كلها شمه وبردقان والحلا بزق البزق من تحت راسك. الله لا رحمك، اليوم عصيتك متنها بدأت بصحابك ومدري فين بات اختهم يا شمه. وانت وش ولا رخص.